في يوم جميل كان في الحديقة لوحة ولكنها حزينة، فلننظر ما هي قصتها. أنا حزينة ووحيدة. ما هذا الصوت؟ من الذي يبكي؟ فما بالك أيتها اللوحة؟ لماذا أنت حزينة؟ لقد ذهب عني جميع الألوان وتركوني وحيدة وبقيت بلا ألوان. إذن ماذا تحتاجين حتى تصبحي سعيدة مرة أخرى؟ أحتاج إلى 3 ألوان مميزة ومهمة أستطيع من خلالها الحصول على باقي الألوان. ما هي هذه الألوان يا ترى؟ اللون الأول يشبه لون الشمس وهو الأصفر. سمعت الشمس كلام اللوحة وقالت: لا تحزني أيتها اللوحة، لقد أتيت إليك. عرفنا اللون الأول، فما هو اللون الثاني والثالث؟ هما اللون الأزرق والأحمر. سمع الطير الأزرق كلام اللوحة والوردة الحمراء وقالوا: نحن هنا يا صديقتنا، سوف نأتي إليك. شكرا لكم يا أصدقائي، أصبحت سعيدة وجميلة، ويجب علينا الحفاظ على الصداقة. هل تعلمون لماذا احتجت هذه الألوان؟ الأحمر والأزرق والأصفر، لأنها تسمى مجموعة الألوان الأساسية، وهي ثابتة بالطبيعة، لا يمكن إنتاجها، ويمكن إنتاج ألوان أخرى منها. شكرا لك أنت أيضا، لقد تعلمنا اليوم مجموعة الألوان الأساسية. أحتاج إلى 3 ألوان مميزة ومهمة أستطيع من خلالها الحصول على باقي الألوان. ما هي هذه الألوان يا ترى؟ اللون الأول يشبه لون الشمس وهو الأصفر. سمعت الشمس كلام اللوحة وقالت: لا تحزني أيتها اللوحة، لقد علينا الحفاظ على الصداقة. هل تعلمون لماذا احتجت هذه الألوان؟ الأحمر والأزرق والأصفر، لأنها تسمى مجموعة الألوان الأساسية، وهي ثابتة بالطبيعة، لا يمكن إنتاجها، ويمكن إنتاج ألوان أخرى منها. شكرا لك أنت أيضا، أتيت إليك. عرفنا اللون الأول، فما هو اللون الثاني والثالث؟ هما اللون الأزرق والأحمر. سمع الطير الأزرق كلام اللوحة والوردة الحمراء وقالوا: نحن هنا يا صديقتنا، سوف نأتي إليك. شكرا لكم يا أصدقائي، أصبحت سعيدة وجميلة، ويجب علي قصتها. أنا حزينة ووحيدة. ما هذا الصوت؟ من الذي يبكي؟ فما بالك أيتها اللوحة؟ لماذا أنت حزينة؟ لقد ذهب عني جميع الألوان
وتركوني وحيدة وبقيت بلا ألوان. إذن ماذا تحتاجين حتى تصبحي سعيدة مرة أخرى؟ في يوم جميل كان في الحديقة لوحة ولكنها حزينة، فلننظر ما هي.